يا صباح الخير، ما شاء الله تبارك الله على الأجواء الطيبة. واللي عاجبني أكثر اللاعبين ما شاء الله تبارك الله على الانتظام اللي عندهم، يقومون بدري ويفطرون ويصلون الفجر ويستعدون بشكل كويس، والحين عندهم تمرين صباحي. لكن اليوم في ملعب 11-11 استعداد أكثر للمباراة يوم السبت اللي هي بكرة بإذن الله بتكون ضد نادي الفيحة مع الكابتن عبد الهادي. تمارين صباحية وحصة صباحية. من أفضل الأوقات للتمرين بكل أمانة هي الصباح، أوقات الصباح، وله فوائد كثيرة. من فوائده، من أهم فوائده ممكن أنا جربتها كمان، أنه يعكس سبحان الله بشكل إيجابي على نفسيتك. ممكن تكون نفسيتك تعبانة شوي ولا ما هي بديك كويسة، لكن لما تتمرن تمرين صباحي كويس مرة أتوقع بشكل كبير، وهذا أتوقع مثبت علميا حتى، أنه تتغير نفسيتك إلى الأفضل، وممكن ينعكس بشكل كبير على يومك ويخليك مركز ونفسيتك حلوة في بقية يومك. تعال تعال والله تجي، والله تجي، تعال تعال تعال. اوكي ما شاء الله لابس طقم حلو، بس ودي اعرف وش في الشنطه. اتوقع بس كمامه وكذا وجوال، بس بالله افتح، بالله افتح. لا افتح افتح كذا، نظره من بعيد من بعيد، بالله سريع سريع سريع. يلا شوف، اوكي كمامه منديل ايش اوكي بالله. شوفوا 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 ايش حاط في الشنطه، وانا اقول لي امس تفوزون. لا ما اخذها، بالله ما اخذها، وانا اقول لي امس كانت تفوزون علينا. ما اخذها هنا، حافظها حفظ ما شاء الله عليك. الله حيه يا هلا. يقول لك الزين ما يجيب الا الزين. اي جابني انا، هلا. جابني انا. لا طبعا مو بنت، اللي معك اللي معاك اللي معاك الزين. يا هلا الحلوه، قال لازم نجي. الله يحييك يا حبيبي محمد العدلان، مدير اكاديميه فارس بلس. اكاديميه فارس بلس بكبرى جت عندنا اليوم يا حبيبي، حياك. الله يسعدك يا حبيبي، تفضل. سويت سو مرة ثانية، يلا سو مرة ثانية. ها يلا روح روح، يلا روح 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 روح. حلو. الله الله الله. ايوه الو، استخدمت يدك هنا يا حبيبي، استخدمت يدك. شلون قوم التحدي، قوم التحدي سوي بسرعه كذا، تمسك اوكي وتقول اذا تبغى، اذا تبغى يصير اصعب بدينك يدينك كنت يعني تحدي واحد بدينك. صوت مع بعض يا شباب. اثنين ضد واحد، يلا روح. اثنين يلا يلا يا كوتش. ثبت يدك سلمان، ثبت يدك على الارض. يدك يلا قول. واحد اثنين ثلاثة. تعال ما بشلوب، تعال الله عليك. في فار في فار في فار في فار في فار. واحد اثنين ثلاثة. هذول إخوان ما شاء الله. ها من أقوى. أوف أوف حلو ما شاء الله. من الكبير من الصغير؟ انت كبير، ايش عليك الكبير؟
ثلاثة نشوف من أقوى أحس ناوي كذا بالسهل يلعب بالسهل ناوي ها من أقوى بدأت ترفع يدك ثلاثة يا سلام قويين ذولي ما شاء الله قويين قويين ما شاء الله يا سلام يقول له خلاص استسلم طلع يده طلع يده طلع يده طلع يده يدك يدك تعادل 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 في اتفاقيات اثنين ثلاثة شوف يدها قاعد يشد يدك الثانية فارس لا تستخدمها ايه تعادل يلا تعادل واضح لي تعب تعادل ثلاثة ليه لدوا في الطاولة يلا روح ايوه مجيد ايوه مجيد اي يا قوي يا قوي يدك ورا ظهرك اثنين ثلاثة اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حلو نواف ما عليه جلال ترى ابو علي كان من يوم الاربعاء من يوم الاربعاء وهو يكلمني يا سلمان انا جايكم يا سلمان يمكن عاد ظروف عاد ما قدر وانا بصراحه يعني شخص ترى تعرفت عليه في فتره بسيطه لكن ما شاء الله تبارك الله شخصيه جميله جدا ومحبوبه والله يجزاه خير على كل الكلام اللي قاله لنا الشخصيات اللي زي كذا هم الاضافه لنا يعني ترى الكلمه اللي القاها ما هي بكلمه للصغار ولا هي بكلمه للكبار للجميع انا استفدت من الكلمه يمكن وسيم استفاد عبد الهادي كابتن سونج ابو حسام يعني صراحه ابو حسام من الشخصيات اللي انا تعرفت عليه وتشرفت بمعرفته يعني ابو حسام اخ فعليا دخل معنا في الجو وشوف اشوفه يعني يتكلم معكم يجلس معكم وياكل معنا ويصلي معنا وكل شيء معنا ابو حسام فقولوا لي مبروك كويس تستاهل فوزي فوز لهم هم فوزهم هم فوز لي انا نجاحي نجاح لهم هم احنا لو اذا الله وفق ان شاء الله ورجعنا بكره ان شاء الله بالسلامه وسالمين غانمين ان شاء الله ونجح المعسكر ترى المعسكر مو بنجاح لي انا المعسكر مو بنجاح الوسيم ما هو بالعبد العبد الهادي ولا هو بالمحمد ولا هو بالركان ولا هو بالفلاح ولا هو بأي أحد المعسكر نجاحه نجاح الجميع كلنا من أول واحد إلى آخر واحد شفت منكم صراحة أشياء جميلة جدا 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 شفت أشياء يعني إن شاء الله أنها تتعدل في الأيام الجاية وفي المعسكرات القادمة هذا مو بأول مرة ولا هي إن شاء الله آخر مرة لكن مكافأة لكم اليوم بقالة نعم يعني ما تخليني اسوي اخراجات بنفسي يعني لازم تكون وراء